أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج يوميات المقاومة. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ أحمد البحيح، مستشار محافظة الجوف، رئيس الملتقى اليمني للإعلام. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك. كما تتابع سيد الكريم، مسرح العمليات في كثير من المناطق في اليمن ملتهب، وعلى وجه التحديد مسرح العمليات في المنطقة الوسطى الجوف مأرب. من خلال متابعتكم، ما هي آخر الأحداث في كثير من الجبهات وعلى وجه التحديد في مأرب والجوف؟ أسعد الله مساءك أخي الكريم، وأسعد الله مساء السادة المشاهدين من خلال شاشة قناة عدن، قناة الحرية والأحرار، قناة النصر والانتصار بإذن الله عز وجل. بالطبع هنالك تسارع في الأحداث على أرض الواقع في مختلف الجبهات، كانت في جبهات مأرب المختلفة، أو الاستعدادات والعمل الجبار والعمل النوعي الذي يقوم به أبناء محافظة مأرب لخوض معركتهم الحاسمة والفاصلة والمصيرية في تحرير محافظتهم ومن ثم المحافظات الأخرى. الأحداث المتسارعة في محافظة مأرب ومنذ اليومين الماضيين وحتى اللحظة، هنالك عمليات نوعية، هنالك تقدم كبير لرجال المقاومة والجيش الوطني مسنودين بقوات التحالف، مسنودين أيضا بالغطاء الجوي من بالطيران التحالف. تقدم في أكثر من محور، تقدموا بالناحية التبات المجاورة الجدعان باتجاه معسكر ماس، وأصبح معسكر ماس الذي يقطنه الحوثيين ومن معهم من حلفائهم من حرس الجمهوري تحت حصار، وحصار خانق تفرضه عليهم قيادة الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى تبت مختلف التبات المجاورة أصبحت تحت سيطرة أبناء المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وفي المحور الآخر باتجاه صرواح، هناك تقدم كبير باتجاه ما بعد منطقة الجفينة باتجاه تبت المصارية، بالإضافة إلى تبت السلفيين وتبت القناصين وتبت ماهر. وقبل العصر هذا اليوم تم تطهير معظم هذه التباب، لأننا نعلم جيدا هذه المعركة معركة مصيرية فيها تأني كبير وفيها عمل نوعي جبار. تقدم للقيادة التحالف مسنودين بالطيران، ومن ثم على الميدان القوات المسلحة للجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية. كان عملهم نوعي، في تأني صحيح في المعركة، لكنه هذا التأني يأتي لهم برات. سنأخذ هذه الأمور بالتفصيل. نحن بالبداية كثر الحديث عن جبهة مأرب والجوف، لكن من أجل أن يستفيد المشاهد من تواجدك معنا، قوات المشتركة تتقدم في مأرب وسط تقهقر لميليشيات الحوثي، استعدادات قوية، سيطرة على بعض التباب، أسر للحوثيين، كثير من الحوثيين استسلموا، وصول تعزيزات قوية جدا من التحالف. السؤال الذي أبدأ معك فيه بالنسبة لهذه الفقرة، أين تتمركز القوات الحوثية في مأرب مثلا؟ يعني في أي المواقع تتحصن وتتمركز، وفي أي المواقع تتواجد المقاومة وقوات الردع؟ تتمركز القوات الحوث والفاشية أو الحوافيش في منطقة ما بعد ما بين الزور وما بين تبت المصارية باتجاه صرواح، وفي منطقة في أواخر منطقة الجفينة باتجاه منطقة البلق مع الحدود الشمالية لسد مأرب. نعم. من هذه المناطق في تمركز لحظي وليس تمركز مستمر، لأنه أي تمركز للحوثيين يتم استهدافه مباشرة من قبل طيران التحالف ومن قبل المدفعية للجيش الوطني وقوات التحالف. كم المركزة القوات الحوثية وقوات التابعة للمخلوع، كم تبعد مثلا عن مركز المحافظة، عن مقر المحافظة الجوف؟ المسافة ليست بالبعيدة، يعني تقريبا ما يقارب من 15 إلى 20 كيلو، هذه المسافة الفاصلة ما بين الجبهات، ما بين قيادة القوات المشتركة وما بين الحوثيين. العمل في هذه المنطقة عمل يحتاج إلى كثير من الحرص، لأن الحوثيين زرعوا ألغام في مختلف هذه المناطق التي كانوا فيها. هذه القوات اللي تواجد الحين في مأرب والجوف على سبيل الحصر في مأرب، هل هذه القوات متواجدة منذ فترة قديمة، قبل سنتين ثلاث خمس سنوات، أم أن هذه القوات والميليشيات دفع بها في الفترة الأخيرة إلى المحافظة؟ لا،
لم تكن موجودة من قبل. كان هنالك معسكرات في منطقة صرواح للحرس الجمهوري، لكنها لم تكن بالمعسكرات التي تمتلك العتاد القوي والعدة والعتاد البشري والقتالي والعسكري. لكن منذ بداية منذ الاحتلال أو الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر من العام الماضي، علي عبد الله صالح وحليف والحوثيين أدركوا أن معركة مارب معركة هامة ومصيرية بالنسبة لهم، فزجوا بكثير من قواتهم المسلحة ومن رجالهم من منسوب الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إلى منطقة مارب. أولا لأن مارب تعتبر ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لليمن، نظرا لمخزونها الاقتصادي من ناحية النفط والغاز، وأيضا للتواجد لمكانها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وأيضا لأنها البوابة الشرقية إلى المناطق الجنوبية، منفذ إلى كثير من المناطق الأخرى. سأعود معك إلى هذا المحور. عندك مركز أبعاد للدراسات نشر قبل يومين إحصائية أنه أكثر من 3000 قتيل للحوثيين ومئات الأسرى وخسائر كبيرة في العدة والعتاد. هل لديكم مثلا تصور كم عدد القوات الموجودة للحوثيين والمخلوع صالح؟ مثلا في الجنوب هناك يقولون 47 لواء، 50 لواء، في ناس يقولون 60 لواء منتشرة بكل محافظات الجنوب. هل عندكم تصور مثلا كم حجم هذه القوة الذي دفع بها أو الذي يعني أدخلها المخلوع والحوثيين إلى محافظة مأرب والجوف تقريبا؟ هل هي قوة كبيرة؟ هناك عندك خسائر كبيرة، 3000، 4000 قتيل، آلاف الأسرى، عدة، عتاد. هل هناك قوة كبيرة يعني موجودة في مأرب؟ بلا شك الحوثي وعلي عبد الله صالح زجوا بأكثر من 5 إلى 6 ألوية في هذه المعركة، لكنها ليست لنكون أكثر يعني مهنية وأكثر أيضا دراية بالواقع، ليست متمركزة أو ثابتة. نحن نعلم أنه منذ بداية عاصفة الحزم كان كل الألوية العسكرية والمواقع العسكرية التابعة لعلي عبد الله صالح والحوثيين كانت مستهدفة استهداف مباشر من قبل طيران التحالف، لذلك كان معظم هذه الألوية ليست ثابتة، كانت متحركة. كان كلما تم استهداف هذه الألوية أو تم استهداف هذا العتاد والأرتال العسكرية التي تزحف من صنعاء باتجاه مارب مع خولان ومن ثم صرواح إلى مارب، يتم الإمداد بشكل مستمر. الإحصائية التي ذكرها مركز أبعاد بعد الدراسات التي تتحدث عن تدمير نحو 95 دبابة، وكذلك أكثر من 120 آلية عسكرية، وأيضا 37 عربة كاتوشا و21 مدفع هاون و13 مدفع هاوزر و110 مدرعة، بالإضافة إلى 170 طقم عسكري وعدد من منصات الصواريخ. كل هذه وحوالي أكثر من 30 سيارة محملة بالعتاد العسكري والقتالي، كل هذه كانت لها دلالات كثيرة، منها أن هذه القوات ليست ثابتة بل هي متحركة، يحاولوا أن يزجوا بأكبر قدر ممكن باتجاه مارب من رجالهم ومن النخبة التي دربوهم، كان على مستوى النخبة المقاتلين مع الحوثيين الذين تدربوا في إيران وفي لبنان وفي جزر كانوا قد تم استئجارها من أجل هذا التدريب، أو قوات النخبة التي كان يستخدمها علي عبد الله صالح لمكافحة الإرهاب أو للألوية النخبوية التي كان يحترزها لحمايته الشخصية. كل هذه زج بها، وخصوصا ما بعد تحرير المحافظات الجنوبية أدرك علي عبد الله صالح والحوثي أن معركتهم خاسرة، فكان لابد أن يصنعوا نصرا ويصنعوا تقدم أو تقدم في جبهة أخرى، ولعلهم يحاولون جاهدين حاليا أن يعملوا شيئا في مارب، ولكنهم خسروا وباءوا وتقهقروا. بالفعل الحوثي وعلي عبد الله صالح كل هذه الخسائر التي قدمها كما أسلفت قرابة 3000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، هم يزجون بهؤلاء البشر في محرقة وهم يدركون أبعادها، يدركون أن مارب عصية عليهم، مارب لن يتمكنوا من دخولها. نحن نعلم جيدا أن الحوثي استمات من أجل أن يدخل في شبر واحد في محافظة في مركز مدينة مارب، ولكن بقوة الله عز وجل ثم بثبات رجال المقاومة وبالدعم المباشر من الجيش الوطني وكذلك المساندة قوات التحالف لن يتمكنوا. ومعركة مارب ليست إلا معركة مرحلية، بل المعركة الأساسية والمعركة الأهم هي معركة صنعاء وما بعد صنعاء. نعم، نأتي للحديث على هذه الأمور. هناك من يتحدث عن تأخير في الحسم في معارك مأرب والجوف، ولكن هناك من يرد ويقول أن الأمور تمشي وفق خطط دقيقة
وفقا للحقائق ووفقا وليس وفقا للرغبات. ما هي الحقائق والصعوبات التي تواجهنا هناك في مأرب والذي يدركها العسكريين وتدركها قوات التحالف والمقاومة والذي أدت إلى أن نمشي وفق خطط ويتأخر الحسم إلى هذه اللحظات؟ أولا بالنسبة للجوف يجب أن لا نفصل بين المعركتين، معركة مأرب والجوف هي معركة واحدة. صحيح أن هناك استعداد تام لقيادة المقاومة في الجوف، مسنودين بالجيش الوطني وبقيادة التحالف في أكثر من معسكر، كان معسكر رويك أو معسكر ريان، وهناك إعداد كبير كان يعتاد على مستوى القتالي أو على مستوى التدريب أو على مستوى التكتيك أو على مستوى التخطيط. كان هناك إعداد كبير لتحرير الجوف لتكون الجوف هي منطلق ومركز رئيسي لانطلاق المعركة الحاسمة، معركة صنعاء وصعدة. أما بالنسبة لمأرب هنالك ثلاثة عوامل رئيسية أو محاور يعمل من خلالها الآن القيادة المشتركة من أجل تطهير هذه المنطقة أو من أجل حسم المعركة. أولا هم حاليا ليس لديهم خطة التسرع بالتقدم باتجاه صرواح قبل أن يطهروا ما قبل صرواح. هناك ثلاثة نقاط، الأولى هم لديهم الخطة في قطع إمدادات على الحوثيين وذلك من خلال قطع خط الإمدادات القادمة من وين؟ الإمدادات القادمة من صنعاء من باتجاه خط صرواح لكي لا يتصل إلى الجفينة وإلى البلق، وكذلك الإمدادات القادمة من اتجاه الجوف باتجاه الجدعان ومعسكر ماس والدشوش، وكذلك الإمدادات القادمة باتجاه أيضا حريب وشبوة، وهذه فيها شيء من الـ من الـ يعني مأرب تأتيها ثلاثة اتجاهات، يعني امدادات من ثلاثة اتجاهات، أربعة اتجاهات أو أربعة اتجاهات، وهناك الاتجاه الرابع وهو من اتجاه منطقة البيئة من محافظة البيضاء مع مأرب. هذه الثلاثة الأربعة المحاور يجب أن تقطع هذه الامدادات حتى يكون الظهر للقيادة المقاومة والجيش حينما يتقدم باتجاه صنعاء يكون محمي وخالي من أي غدر أو خالي من أي جيوب يستطيع الحوثي أن يستخدمها. نحن نعلم ما حصل في صافر في الأسبوعين الماضية من 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 حادث مؤلم كان بسبب أن القيادة القوات المشتركة كانت قواتها في محافظة مأرب على أساس أن الأوضاع في محافظة شبوة وفي صحراء شبوة شبه مسيطرة عليها وشبه آمنة، لكن الحوثي استغل هذه الثغرة واستخدمها وقصف من خلالها معسكر القيادة أو القوات المشتركة. هذه العوامل تجعلنا أمام خيارين. الخيار الأول وهو أن قيادة التحالف أو قيادة الجيش الوطني مسنودين بقيادة التحالف والمقاومة ليس لديهم العجلة في حسم المعركة ما لم تطهر كل المديريات. مأرب كم عدد المديريات؟ هي مأرب كم هي مديريات؟ مأرب كم منها هذه المديريات يتبع المقاومة وكم خارج؟ لا توجد لدى الحوثي سوى تقريبا مديرية مجزر ومديرية صرواح، هذه المديريتين التي الحوثي متمركز فيها. أما بقية المديريات كم هي؟ 10 مديريات مأرب؟ تقريبا 11 أو 13 مديرية. الحوثي يتمركز في مديرية مجزر لأنها هي المديرية المجاورة لمحافظة الجوف، وكذلك وجوده حاليا الذي في صرواح. هذه المديريتين يجب أولا أن تطهر كل المنافذ لها. الخطة العسكرية الذي وضعتها قيادة المقاومة هو إحكام السيطرة على كل المنافذ. كثيرين من يتساءلون عن مسألة لماذا لم تحسم معركة تبت المصاري، لماذا لم يتم السيطرة عليها. المسألة تحتاج شيئا من القراءة المنطقية والقراءة العسكرية للأحداث. هنالك ألغام زرعت ما بين ما يقارب 4 كيلو زرع فيها ألغام بشكل عشوائي، ولذلك الآن كاسحات ألغام بدأت عملها في تطهير هذه الأماكن، بالإضافة إلى أن رجال المقاومة والجيش الوطني حريصين كل الحرص على أن يتمكنوا من أن يتمكن من أراد أن يستسلم من الحوثيين، وهذا حصل بالأمس وقبل الأمس استسلم كثير من المقاتلين الحوثيين وسلموا أنفسهم، لإدراك رجال المقاومة أن هؤلاء مجرد أشخاص قرر بهم وزجوا بهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. نعم. لو أخذنا موضوع المقاتلين الذين تم تدريبهم في بعض المعسكرات خارج يعني في شرورة أو في بعض المناطق الأخرى، هناك الحديث عن 3000 مقاتل من أبناء مأرب ذهبوا إلى الجبهات، كيف تقيمون دور هؤلاء؟ هل دخلوا الآن المعركة أم لم يدخلوا؟ هل جزء منهم جاهز للقتال؟ هل وصلوا؟ هل باشروا العمل؟ هل هم الآن في الجبهات؟ 3000 في أتم الاستعداد،
وصلوا من مختلف الأماكن التي كانوا يتدربون فيها، لكن حتى الآن لم يدخل المعركة إلا عدد لا يتجاوز 200 شخص من هؤلاء المتدربين، والبقية والبقية في أتم الاستعداد. المعركة لم تبدأ كمعركة يعني متسارعة وحسم. الآن المعركة مع تطهير ومعركة قطع إمدادات ومعركة فصل منطقة جغرافية عن أخرى. نعم. لذلك عندما تبدأ المعركة الحاسمة التي يتحرك فيها القوات البرية مسنودة بالقوات الجوية، مسنودين بعمل استخباراتي، مسنودين بعمل أيضا حاضنة اجتماعية من وقبلية من المقاومة الشعبية، فنرى هذه هؤلاء المقاتلين يتوزعون على مختلف الجبهات. نعم، نحن احنا لو نعلم نتحدث عفوا لو نتحدث على انت تحدثت الحين عن دور الحاضنه الاجتماعيه والقبليه، ماذا عن دور القبائل على وجه الخصوص والمشايخ وابناء المحافظه بشكل عام؟ شوف، بالنسبة لمارب والجوف تاريخهم ومنذ القدم مشرف، قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن، كانوا وما زالوا، وبالذات محافظة الجوف واجهت الحوثي في أكثر من 6 حروب من 2009 حتى اللحظة، قدموا فيها أكثر من 400 شهيد، قتل من الحوثيين قرابة 3000 أو 3500 قتيل، وجروح أكثر من 10000، واستؤسر منهم أكثر من 800 أسير، دمرت كثير من الآليات وتجاوزت 400 آلية. هذه في حروب في حرب حروبهم مع في محافظة الجوف. كانوا وما زالوا أبناء الجوف، هم وقبائل وأبناء مارب يد واحدة في وجه هذه الميليشيا منذ بداية المعركة. لذلك الحاضنة الاجتماعية في مختلف هذه المحافظتين، بالإضافة إلى محافظة البيضاء، وقد نقول بالإقليم 7 عموما، لا يوجد لدى الحوثي حاضنة اجتماعية كبيرة في هذا الإقليم بشكل عام. الحوثي يفتقد لهذه الحاضنة، ولذلك هو يترنح، يريد أن يصل إلى أن يصل إلى منطقة يستطيع أن يرسو فيها أو أن يثبت فيها، ولكنه فشل. هو صحيح الآن متواجد في بعض مديريات محافظة الجوف، ولكنه يعلم جيدا أن لا قبول له، لا على مستوى الشارع، ولا على مستوى الساسة، ولا على مستوى حتى النخب المختلفة. نعم. لذلك الحاضنة لها دور هام ودورها بارز، ومن أهم عوامل النصر دائما وجود حاضنة داعما للمعركة. نعم. يبدو يعني كثيرا من المحللين يعني يضعون الصورة أن هناك ترابط جغرافي بين كل المناطق في المنطقة الوسطى وفي كل المناطق التي فيها تجري المعارك. اليوم تكدد القصف على مدينة البيضاء، في قصف على الحرس الجمهوري في البيضاء، قصف على المجمع الحكومي، قصف على مقر قوات النجدة، قصف بذي نعم. ما أهمية محافظة البيضاء بالنسبة على نتائج سير المعارك في مأرب؟ البيضاء موقع جغرافي مهم، أهمية أن يتم يعني ضرب الحوثيين في مدينة البيضاء، ارتداد ذلك على نتائج المعارك في مأرب والجوف. أولا، أهمية محافظة البيضاء بالنسبة لإقليم سبا هي ذات موقع استراتيجي يربط ما بين إقليم أزال مع إقليم سبا من ناحية محافظة ذمار، ويربط أيضا ما بين المحافظات الشمالية مع المحافظات الجنوبية باتجاه البيضاء مع الضالع، ويربط أيضا ما بين مارب والبيضاء مباشرة مع الحدود المجاورة لمحافظة شبوة. هذه الثلاث المحاور الرئيسية جعلت من محافظة شبوة محور هام وعسكري، لذلك هناك مدد كبير استعان به الحوثي عبر هذه المحافظة باتجاه شبوة. نحن نعلم أن الحوثي لم يدخل شبوة من مارب، بل دخلها من البيضة ومن مديريات البيضة المجاورة لبيحام لبيحان وحريب من ناحية مارب، وبيحان من اتجاه شبوة. محافظة البيضاء قدمت كثير من التضحيات، ومنذ بداية الأحداث ومنذ 21 سبتمبر وما بعده، شبه عمليات يومية ينفذها رجال المقاومة في البيضاء ضد هذه الميليشيا في مختلف الأماكن، في مختلف المديريات، كانت في مديرية رداع، كان في مديرية الرياشية، الزاهر، كان في الزاهر، كان في ذي نعم، كل مختلف المديريات. أبناء البيضاء رجال لديهم العزيمة والإصرار على أن يشرفوا تاريخهم كما هو مشرف، في ضد هذه الميليشيا وضد هؤلاء الانقلابيين الذين حاولوا أن يستخدموا بعض الذرائع وبعض الحجج كما استخدموها مثل ما يسمى بالقاعدة وما غيره، لكن بعد أن انكشف القناع
الذي رآه الشعب اليمني أن هؤلاء لا يستهدفون لا قاعدة ولا غيرها، بل يستهدفون كل من ينتمي لهذا الوطن، كل شريف كل حر. أصبحت محافظة البيضاء عبارة عن قنبلة متفجرة في مختلف المديريات على ضد هذه الميليشيا وضد مشروعهم الكهنوتي الاستنادي. يعني إذا تم تطهير محافظة البيضاء سوف يكون الحسم قد اقترب في مأرب. أنا أريد أن أعود معك إلى حقبة المخلوع علي عبد الله الصالح. محافظة مأرب والجوف وعلى وجه الخصوص الحقول النفطية تمثل نسبة من 19 إلى 20% تقريبا من الإنتاج النفطي لليمن. كيف العائد التنموي في إقليم سبا؟ هناك إقليم يوجد فيه حقول نفط منتج للنفط، هل هناك مردود اقتصادي ينتفع فيه أبناء المنطقة؟ يعني كيف هي التنمية في مأرب؟ كيف هي التنمية في الجوف؟ كيف هي التنمية في إقليم سبا؟ ضخ نفطي منتوج ما يعادل 20 إلى 25% على مدار 33 سنة. مع الأسف الشديد في النظام السابق كان يدير معركة ومنهجة ضد إقليم سبا عموما وضد مأرب والجوف خصوصا. كان يعمل على تفشي للفقر والجهل والثأر والبطالة والفوضى العارمة. النظام السابق لم يستخدم الجوف ومأرب إلا مجرد تمويل لكل أهدافه، بقرة حلوب، بقرة حلوب كما يسمونها. التنمية كانت في الجوف ومأرب شبه معدومة، لا توجد مؤسسات دولة متكاملة، لا وجود للمدارس، لا وجود للمستشفيات، لا وجود للمطارات، لا وجود للمؤسسات الدولة المختلفة كعلى مستوى الوزارات وعلى مستوى حتى الخدمات العادية، مع أنها هي من تمول كل محافظات الجمهورية بالنفط والغاز. الجوف تعتبر بحسب الدراسات أكبر احتياطي غاز في العالم، وليس فقط تمثل مع نسبة 35% من احتياطي غاز العالم، بالإضافة إلى مأرب تمثل نسبة لا تقل عن 45% بالنسبة للدخول النفط والغاز الذي يصدر من عام 80 حتى هذه اللحظة لخزينة الدولة. 45% من الإنتاج العام، من الإنتاج العام. نعم، مأرب حرمت من هذا كله، بل لم يجني أبنائها إلا سوى الأضرار والأمراض التي ناتجة عن الشركات النفطية ومن أمراض السرطانات وغيرها. هذه ما استفادها أبناء مأرب. كل هذه، هل توجد مثلا في مأرب، يعني خليني أكون معك أكثر بساطة، كم توجد جامعات في مأرب؟ كم توجد مستشفيات؟ كم توجد مدارس تأهيلية؟ كم توجد منتديات؟ كم توجد منتديات ثقافية؟ كم مراكز تأهيل؟ كم نسبة الإزفلت، نسبة الغطاع؟ يعني هل صور لي التنمية طالما وأنت تنتج 45% من الإنتاج العام؟ صور لي المشهد الاقتصادي في يفترض أن يعني تكون، يفترض أن تكون مأرب أفضل محافظة من ناحية التنموية نظرا لما تقدمه للشعب اليمني. مأرب ليس تقدم فقط نفط وغاز، مأرب تقدم حتى المنتوج الزراعي، أفضل محافظة تقدم منتوج زراعي. مأرب تقدم حتى الصخور الحجرية مثل الرخام وغيرها، كثير من الثروات تقدمها محافظة مأرب. مأرب لا يوجد فيها سوى مدينة مأرب المدينة أو المجمع مجرد 2 شواء لا يتجاوز يمكن 5 كيلو في 5 كيلو، لا توجد جامعات، فقط كلية واحدة وهي كلية المجتمع أو مستشفى واحد، وتقريبا لا معاهد فنية ولا معاهد تقنية. بالعكس، حرمت مأرب والجوف. هذا الحرمان لم يكن حرمانا يعني بشكل اعتيادي أو بشكل غير لا مبالاة، بالعكس كانت تهميشا ممنهجا بهدف أن يهمشوا هؤلاء أبناء هذه المحافظتين لما لهم من أهمية إذا ما وعوا. إذا ما وعى، نعم، إذا ما وعى القبيل، إذا ما وعى يختلف تماما عن غيره، يتقدم مباشرة. نحن نعلم أن مأرب والجوف أول من تصدر المشهد في دفاع عن الثورة وحماية الثورة. نعم، سأعود معك إلى العناصر والمتناقضات التي مكنت علي عبد الله الصالح من الحكم بالذات والسيطرة على مأرب بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ سمير الحاج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في محافظة تعز. مرحبا أستاذ سمير. مرحبا، يعطيك العافية. مرحبا سيدي الكريم، ما هي أخبار المقاومة في تعز؟
والله أكبر المقاومة يا أخي العزيز بعد التدخل الطيران بالأمس الحقيقة يعني تمكنت المقاومة من تثبيت أماكنها ومن الاختراق في بعض النقاط الرئيسية ربما في الحصر وبعض المناطق، لكن مع هذا عاود الحوثيين وصالح القصف العنيف العشوائي على كل مناطق المدينة، وكان من أبرز ما نتج عنه طبعا وجود المجزرة التي حصلت في منطقة المسبح في الضرب على سوق شعبي للمواطنين أدى إلى قتل عدد كبير من المواطنين وجرحى كثير. نعم، ماذا عن احتياجات المقاومة؟ قد ربما المقاومة تكون لها هناك بعض المتطلبات مثل الدعم المالي والعسكري. على أي حال يا أخي الدعم الحقيقة يصل تباعا، لكن دائما احنا كنا نبحث عن بعض الاسلحه النوعيه، واليوم اعتقد انه هذه اصبحت مساله مفروغ منها ومعروفه لدى قوات التحالف والحكومه الشرعيه، وهي تعمل الان بجهدها لكي لإيصال هذه. ماذا عن دخول المنطقه الرابعه؟ ماذا عن دخول قياده المنطقه الرابعه على خط التنظيم والترتيب مع المقاومه في تعز؟ في تقديري هذا هو الاتجاه الصحيح، وهذه الخطوه الصحيحه والطبيعيه اللي يفترض أن يكون عليها نظرا لأن المنطقة هي منوط بها القيام بالدفاع عن كل ما يتعلق بالمنطقة سواء في تعز أو في إب أو في أبين أو في لاحقة، وكل هذه المناطق تتبع هذه المنطقة، ومن ثم من الطبيعي أن تكون هي المتصدرة لهذا المشهد تخطيطا وتنظيما وتنفيذا أيضا. نعم، ماذا عن الحالة الصحية والإنسانية في محافظة تعز؟ هي حالة الحقيقة يرثى لها، وقد صحنا كثيرا وصاح المتخصصون هذه المدينة لم يصل إليها أي شيء من الدواء إطلاقا، حتى على مستوى علاج حمى الضلك البسيط هذا الذي يفتك بالأطفال والنساء والرجال لم نستطع الحصول على شيء إلا ما يمكن أن نلاله من خلال تهريب بعض الأدوية أو دخولها عن طريق يعني غير معروفة للحوثيين، وإلا الحصار مطلق ويمنع دخول مثل هذه الأشياء. ماذا عن دور منظمات المجتمع المدني؟ هل هناك من منظمات تحاول أن تمد يد العون لأبناء تعز؟ لا ننكر الحقيقة، نحن لا ننكر ونشكرها كثيرا جدا، كثير من منظمات المجتمع المدني وأهل الخير وبعض الجمعيات أيضا العالمية حاولت قدر الإمكان إدخال بعض المساعدات إلى داخل المدينة أو الأخذ من داخل المدينة وتوزيعها على المحتاجين، علما بأن كثير من الاحتياجات تصل إلى أطراف المدينة ويقوم الحوثيين بالسيطرة عليها ونهبها وبيعها بالسوق السوداء. الأستاذ سمير الحاج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في محافظة تعز كنت معنا، شكرا جزيلا لك. كنت قبل الاتصال قد تحدثت معك عن موضوع المتناقضات والعناصر الذي مكنت المخلوع من السيطرة على الحكم في اليمن وعلى وجه الخصوص في محافظة مأرب، لابد من هناك من عناصر وأساليب خلت علي عبد الله الصالح يتمكن من أن يأخذ الثروة بدون أي مقابل لهذه المنطقة. علي عبد الله الصالح استخدم عدة عناصر، منها أولا كسب ولاءات المشايخ وبعض قوى النفوذ في هذه المحافظة وشراهم لحسابه الشخصي والخاص، وأصبحوا يدينون لشخصه ولا يدينون للمحافظة بشيء، وكان يعطيهم الفتات مما يأخذ، ويأخذ النصيب الأسد ويعطيهم الفتات ويريهم إلى جيوبهم الشخصية وليس للمحافظة. هذه أحد العناصر. أيضا من العناصر اللي موضوع تهميش والتجهيل الممنهج، كان هذا مهم لأنه يعلم حينما يتعلم ويتثقف أبناء هذه المحافظة سيطالبون بحقوقهم، سيبدأون في الحراك الفعلي ضد هذا التهميش ولنيل حقوقهم وواجباتهم الوطنية من أجل قيام مدينتهم الموعودة، أو حتى من خلال النهضة التي كانوا يروا أن مأرب أحق بها من غيرها لأنها هي من تمتلك الثروة وتمتلك المخزون النفطي، كان يفترض أن تكون هي مهد النهضة وهي بداية الدولة المدنية التي تزدهر فيها المؤسسات وتزدهر فيها كل ملامح ومعالم المدنية والحضارة. هذه ثلاثة عناصر حينما استخدمها علي عبد الله الصالح استطاع فعلا أن يغيب مأرب الحضارة، مأرب التاريخ من وجه الصدارة ومن وجه التقدم إلى أن أصبحت محافظة يشار لها بالبنام في كثير من السلبيات التي فعلا هو من زرعها في أذهان الناس، بل هي وهي بالأصح هي صورة ذهنية خاطئة ليست صحيحة. أبناء مأرب ليسهم
الذين يفجرون أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. أبناء مارب ليس هم قطاع الطرق، أبناء مارب ليس هم من يقتلون السواح، يختطفون، نعم، أو يختطفون السواح. أبناء مارب ليس هم من يدمر ممتلكات الوطن ومؤسساته. أبناء مارب بالعكس، كل هؤلاء كانوا دخين على أبناء مارب، وكانوا يدارون من غرف خاصة بعلي عبد الله الصالح. نحن نعلم جيدا أن منذ 2011 وحتى 2014 كان معظم الذين يفجرون الأبراج الكهرباء ويفجرون أنابيب النفط كانوا يدارون من بعض المنازل من داخل حدة في صنع. لذلك كل هذه المحاولات التي كلفوت وما كلفوت وهذه كلفوت وغيرها من المسميات، يعترفوا بصريح العبارة، كانوا يقتنون في حدة ويدفعون الملايين الريالات من أجل التخريب والتشويه والتعميد لهذه المحافظة، تدمير كل شيء من أجل أن يبقى المخلوع عليه. لكن أبناء مارب أثبتوا عربويتهم، أثبتوا وطنيتهم من خلال صمودهم الأسطوري وصمودهم الثوري الذي صمد وحتى اللحظة وتقدم في هذه الجبهة. رغم كل ما يمتلك علي عبد الله الصالح من القوة والعتاد، استخدم السلاح الاقتصادي الذي هو شراء الولاءات وشراء المشايخ، استخدم السلاح العسكري بمختلف عداده، استخدم التهديد والوعيد، استخدم كل شيء، إلا أن أبناء مارب ظلوا صامدين وسيظلوا صامدين. وقد سمعنا منهم في اليومين الماضية، نحن لا نريد فقط أن نحرر ما تبقى من مديرية مارب، بل نحن مستعدون لننطلق معا سويا لنحرر كافة محافظة الجمهورية. يبدو أن المخلوع وميليشيات الحوثي تعمل ألف حساب لمأرب. أهمية مأرب بالنسبة لقلب المعادلة في صنعاء، ولماذا يستميت الحوثيين والمخلوع على مأرب، يريدون الاحتفاظ بمأرب؟ لماذا يعني أهمية مأرب بالنسبة لقلب المعادلة العسكرية في المشهد بشكل عام؟ تحدثنا سالفا أن مأرب ذات أهمية استراتيجية من ناحية اقتصادية، هذا واحد. اثنين، إذا ما سقطت مارب بيد الحوثيين وعلي عبد الله الصالح، حينها سيتمكن الانقلابيين من حصار الحدود مع المملكة العربية السعودية، واحد. اثنين، سيتمكنون من البوابة الشرقية مع المناطق الجنوبية. ثلاثة، سيتمكنون أيضا من محافظة البيضة والجوف المجاورتين لمارب. إذا ما فعلا تم حسم المعركة، وهو بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حسمها لصالح القوى الشرعية ولصالح القيادة المشتركة، القوات المشتركة من قيادة التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إذا ما تم بإذن الله خلال الأيام القادمة حسم المعركة، ستصبح صنعاء في حصار خانق، لأن مارب لها حدود مع محافظة صنعاء من ناحية الجنوبية باتجاه خولان، ومعها حدود أيضا مع محافظة صنعاء باتجاه نهم. هذه المحورين إذا ما تم السيطرة عليها ستصبح صنعاء بين فكي الرجال المقاومة والجيش الوطني مسؤولين من قيادة التحالف، حينها سيصبح الحوثي على صالح في حصار خانق. في 2011 كان من أهم استراتيجيات الثوار هو محاولة خنق الحصار على عبد الله الصالح. نحن نعلم منذ التاريخ، كان من أحداث 22 من أحداث ثورة 11 من سبتمبر في 62 أن الإمامية حاولوا جاهدين أن يحاصروا صنعاء من هذه المحاور. 26 سبتمبر، والتي أنا من خلال قناة عدن أبارك للشعب اليمني بقرب حلول هذه المناسبة، التي هي مناسبة وطنية يعتز بها ويفخر بها كل أبناء الشعب، لأنها أخرجتنا من الظلام الذي كان يديره هذه العاهات التي كانت تحكم اليمن، والذين يسعون حاليا هؤلاء الشرذمة أن يعيدوا هذه العجلة إلى الخلف التي مضى عليها 50 عاما، نعم، وتزيد. ونبارك للشعب اليمني هذه المناسبة، ونؤكد للشعب اليمني أننا ماضون في تحقيق ما تبقى من أهداف ثورة 26 من سبتمبر. نعم، اليوم في قصف قوي للتحالف على ثكنات الحوثيين في محافظة إب، استهداف المبنى الأمن العام هناك، وأيضا في الحديدة المقاومة تنفذ هجوم على بعض النقاط في محافظة الحديدة وتقتل أحد القيادات الحوثية. أهمية أن تشتعل المقاومة في المناطق المحيطة بصنعاء، يعني نحن عندنا مقاومة مثلا في البيضاء، عندنا مقاومة في الجوف، عندنا مقاومة في مأرب،
أهمية اكتمال الحلقة حول العاصمة من أجل إسقاطها وتحريرها بالنسبة لأن تشتعل الجبهات في الحديدة، في تهامة، في ذمار، في معبر، في رداع، في كل المناطق. لو تسلط الأضواء عن 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 موضوع الدور المطلوب من أبناء هذه المناطق وتفعيل المقاومة هناك. يفترض بديهيا إذا ما أردنا حسم معركة صنعاء أن نحسم كل المعارك ما خارج صنعاء. ما خارج صنعاء. نعم. لذلك المعول والمأمول الكبير من كل قيادة المقاومة في مختلف مختلف الأقاليم ومختلف المحافظات في إقليم سبا، في إقليم أزال، في إقليم الجند، في إقليم تهامة، يفترض أن يتحرك الكل، أن تفتح الجبهات وتفتح النار على الحوثي من مختلف الجبهات حتى ينشغل. حينما تترك كل يترك كل الجبهات ويتفرق الحوثي والمخلوع إلى جبهة محددة، تصبح الضغط على هذه الجبهة كبير. ولكن إذا فتحت الجبهات من أكثر من منطقة سيتشتت ويصبح الانقضاض عليه ويصبح حسم المعركة لصالح الشرعية قاب قوسين وأدنى. وأنا من خلالكم موجه النداء إلى كافة رجال المقاومة في إقليم أزال بالتحديد، كان في محافظة ذمار أو محافظة عمران أو في صنعاء أو في حجة، إقليم تهامة، في حجة، في الحديدة، في المحويت، وكذلك في قليم الجند، في إب وغيرها، أن يبدأوا بالعمل بإشعال هذه بإشعال فتيل المواجهة مع هذه الشرذمة، لأنهم يعملوا جاهدين على أن يتوحدوا بكل محافظة لمعزن عن محافظة الأخرى ليتمكنوا منها. نحن رأيناهم حينما كانوا مشغولين في عدن كانوا متجهين باتجاه الجنوب، ولكن حينما تقهقروا في عدن وفي الجنوب توجهوا باتجاه تعز، وهم الآن محاصرين محافظة تعز التي صمدت وقدمت خيرة رجالها وهي ما زالت تعاني. ونحن ناشد قيادة التحالف والقوات القيادة المشتركة والجيش الوطني أن يمدوا أبناء تعز في أسرع وقت ممكن بالسلاح النوعي وبالعمل النوعي وبالغطاء الجوي المكثف والكبير ليفك الحصار على هذه المدينة، ليلتحم أبناء تعز مع أبناء إب لتصبح الجبهة واحدة والعمل واحد. نعم. الحاضنة الاجتماعية كما أسلفنا مهمة لخلق بيئة جاهزة للمقاومة، وهي لن تتمكن إلا من خلال تلاحم مختلف الجبهات فيما بينها تحت إدارة عسكرية واحدة تدار تحت قطاع الجيش الوطني وتحت قطاع الدولة وليس تحت قطاع الميليشيات. وأنا دائما أكرر وأحذر أننا تفاءلنا كثيرا ورأينا من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله هو دمج رجال المقاومة مع الجيش الوطني، وهذه من أهم الأسس التي نؤكد أننا سنسعى إلى بناء مؤسسات الدولة وليس إلى ملشنة هذه القوات. نعم. هذه المقاتلين. نعم. ميليشيات الحوثي والمخلوع تعتمد يوم 21 سبتمبر من كل عام إجازة رسمية، وهذا اليوم المشؤوم أنت كما تدرك ويدرك الكثيرين هو يوم الانقلاب على الحكومة الشرعية وعلى الرئيس هادي واقتحام مؤسسات الدولة. من وجهة نظرك هل هذا يعتبر انقلاب على الجمهورية وتعتبر مثلا خلاص يعني يريدون أن يبسطوا نظامهم أو انتهى عهد الجمهورية اليمنية من وجهة نظرهم أو من أقل شيء نقول من طرف الحوثيين خلاص لم يعيدوا يريدوا نظام جمهوري؟ ممارسات الحوثيين وأقوالهم وأفعالهم جميعها تصل بها إلى نتيجة أن هؤلاء يريدون أن يعيدون إلى ما قبل 26 سبتمبر. حينما يقولون أن 21 سبتمبر هو عيد لثورتهم المزعومة وهو الانقلاب الذي انقلبوا فيه ضد مؤسسات الدولة وداسوا كرامة الشعب اليمني من خلال هذا الانقلاب الغاشم، هذا الانقلاب الظالم، هذا الانقلاب الذي استغلوا من خلاله مطالب الناس حينما دخلوا بمطالب إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، هذه الشماعات التي استخدموها وداسوا من خلالها كرامة هذا الشعب. 21 سبتمبر سيظل يوم مشؤوم في تاريخ الشعب اليمني، ولن يفتخر به أي يمني حر، ولن يعتبره أي وطني أنه يوم عيد أو يوم ثورة، بل هو يوم انقلاب غاشم، وقريبا سيمتحي هذا التاريخ. نعم. وسيصبح يوم 21 سبتمبر يوما من أيام النصر
للقوات الشرعية ضد هذه الميليشيا نعم. وليس العكس. نعم. بعد هذه التفاهمات أين أصبحت مكانة علي عبد الله الصالح بالتاريخ اليمني؟ أعود معك للإجابة بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ عبد الواحد دهمش من محافظة مأرب. مرحبا أستاذ عبد الواحد. مرحبا بك وتحية لك أخي غسان ولضيفك الكريم الأحمد البحيح والمشاهدين الكرام. مرحبا بك سيدي الكريم. كيف هي الأوضاع اليوم عندكم في مأرب؟ الأوضاع في محافظة مأرب لهذا اليوم هناك هدوء حذر في أغلب الجبهات بعد معارك ضارية جدا في الجبهة الجنوبية الغربية والجبهة الغربية مساء أمس حتى الصباح. المعارك استمرت ليلا واستهدف خلالها آليات وبعض المعدات العسكرية للحوثيين وصالح، واستهدفت كذلك المواقع تم تمشيطها بمروحية الأباتشي في نعم. المنطقة الغربية، منها تبت الدفاع التي تم أمس تطهيرها وتمشيط تمشيطها من الناحية من خلفها من باتجاه صرواح. تم تمشيط هذه الأماكن وتم تمشيط الأماكن الأخرى اللي في جوار تبت السلفيين. نعم أستاذ عبد الواحد، يجري الحديث عن أن هناك مجموعة من الجنود التابعين للحرس الجمهوري وميليشيات الحوثي قد استسلموا للمقاومة وقوات الردع. هناك يعني بعض الاستسلام ليس بالشكل الكبير اللي يتناقل على مستوى وسائل الإعلام، هناك استسلام لبعض الجنود، لكن الجديد في الأمر هو استهداف تجمعات للحوثيين في منطقة صرواح، وقتل قتل من قبل الطيران قتل خلالها يعني هذا الاستهداف 7 من الحوثيين وجرح 17 في صرواح. نعم. كيف هي المعنويات أستاذ عبد الواحد؟ كيف هي المعنويات لدى المقاومة الباسلة عندكم في محافظة مأرب؟ المعنويات مرتفعة لدى المقاومة وأبناء الجيش الوطني، خاصة بعد زيارة قائد المنطقة العسكرية الثالثة الأخ عبد الرب الشدادي إلى مواقع القتال والخطوط التماس، وزيارة الأخ رئيس هيئة الأركان إليهم، وكانت معنويات الناس كلها مرتفعة ومصممين على الحسم العسكري، مصممين للتقدم لولا أن كما قلت لك سابقا لولا وجود الألغام التي تتعامل معها كاسحات الألقام بحذر شديد جدا حتى تجنب الجيش والمقاومة الشعبية الخسائر الكبيرة. وأريد أن أستغل الفرصة وأقول هناك من يشيع بأن هناك يعني سقوط لطائرة مروحية في منطقة صافر، لا صحة لهذا الأمر. نعم تبادلت بعض المواقع مع الأسف الشديد هذه الإشاعات على أنه تم إسقاط طائرة حبذا، لو توضح أكثر حول هذا الموضوع. لا صحة أخي غسان لسقوط طائرة هليكوبتر في منطقة صافر، وإنما هو هبوط اضطراري ولا خسائر، هبوط اضطراري لوجود خلل فني في لطائرة الـ 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 الطائرة المروحية في صافر. وأيضا هناك إشاعة بأنه يعني هجوم صاروخي أمس الليل لمنطقة صافر، لا صحة لهذا الأمر نهائيا، بأنه كان هناك هجوم صاروخي على قوات التحالف في منطقة صافر. نعم الأستاذ عبد الواحد دهمش كنت معنا من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. طبعا تابعت انت الحديث للأستاذ عبد الواحد، معارك قوية، استعداد قوية، يعني الشباب هناك يبدو انهم قد عقدوا العزم على اجتثاث الحوثي من محافظة المأرب والسير الى العاصمة. اعود معك الى سؤالي الذي سألتك قبل الاتصال، ما هي بعد هذه التفاهمات الذي جرت اليوم وبين علي عبد الله الصالح والحوثيين على اعلان 21 سبتمبر عيدا رسميا وإجازة رسمية، يعني هل بقيت من مكانه لعلي عبد الله صالح؟ هناك من يقول أنه المبادرة الخليجية أو ثورة 2011 أخرجت علي عبد الله صالح من السلطة، هل بقي لعلي عبد الله صالح مكانه في التاريخ اليمني؟ علي عبد الله صالح أو المخلوع علي عبد الله صالح أعطي من الفرص ما لم يعطى أي رئيس قامت عليه ثورة، أعطي حصانة، أعطي الأموال التي يمتلكها ونهبها وهي تجاوز 60 مليار لم يطالب فيها، أعطي مكانها أيضا أن يظل سياسيا وأن يظل موجود على أرض الميدان، أعطي أيضا كثير من الامتيازات، ولكن هذا الرجل لحقده الدفين وللفوضى العارمة التي داخله من أجل
حب الشخصنة وحب الذات وحب السلطة وجنون العظمة أراد ألا أن يغير كل هذه الامتيازات إلى أن تصبح عوامل هدم لصالح ضده وليس لصالحه. علي عبد الله الصالح لم يدمر مستقبله فقط، بل دمر مستقبل أبنائه من بعده، حينما عزم النية على أن ينتقم من الشعب اليمني عموما. علي عبد الله الصالح لم يعمل كل هذا من أجل أن يعيد لليمن مجده أو أن يعيد اليمن قوته، بل عمل هذا كله من أجل شخصه ولذاته، من أجل أن يحكم، من أجل أن يعود، ولكن هيهات له أن يعود. علي عبد الله الصالح أصبح ماضي وسيسجل في نقطة سوداء في تاريخ اليمن، 30 عاما من الجهل والظلم والقهر والفوضى والملشنة والحروب. علي عبد الله الصالح حكمنا في هذه الحقبة الزمنية التي سنطويها وستظل الماضي سينسى، رغم ما فيها من آلام ورغم ما فيها من أوجاع، ولكننا عازمون على أن تكون صفحة وانتهت. علي عبد الله الصالح بهكذا خبر موضوع 21 سبتمبر الذي يزعمون أنهم يريدون أن يعتبروه عيدا وطنيا أو إجازة رسمية ينفي ما كان يتحدث عنه أنه الوحدوي والسبتمبري. بماذا كان يتكلم بهذا وهو الآن يجدد لهم الولاء ويؤكد لهم أنه ملكي أكثر من الملكيين؟ علي عبد الله الصالح أصبح جزء من الماضي، يجب أن نتجاوزه ونتجاوز من كانوا يزعمون ويتصدقون بالوطنية، ونتجه إلى المستقبل نحو بناء دولة اليمن الاتحادية. نعم، كثيرا من التبادل لبعض التحليلات أن الحوثيين ربما يوافقون بتنفيذ قرار مجلس الأمن، ربما هذه النقطة يريدونها، هذه النقطة ما يريدونها. هل لديك أمل أن الحوثيين فعلا سيقبلون بشراكة سياسية، يقبلون بعملية سياسية، يقبلون باستقرار اليمن؟ هل فعلا يريدون مثلا تنافس سياسي وأنهم سيكونون حركة سياسية سلمية؟ ما الذي تنظر أنت إلى هذه الحركة الذي يعني تنطلق من أنه أنا يجب أن أحكمكم وأنتم يجب أن تكونوا محكومين؟ هذه دائما الجماعات ذات المرجعية الأيديولوجية دائما تسعى إلى فرض السلطة بالقوة. الحوثيين دخلوا حرص كل القوى السياسية في اليمن أن يخوضوا معهم حوارا، وضموهم إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل ما بعد المبادلة الخليجية على أن يصلوا وياهم إلى حلول سياسية، أن يتخلوا عن السلاح وأن يصبحوا مكون سياسي له ما له وعليه ما عليه، حاله كحال أي مكون مكونات البلد الوطن. ولكنهم انقلبوا على كل هذه الحوارات، عفوا انقلبوا على كل هذه المعاهدات، وكانوا يحاولون في الموفنبيك مع فريقهم بينما هم يتمددون في الجانب الآخر عسكريا في دماج ومن ثم العصيمات وعمران وغيرها. الحوثيين الحوار معهم أصبح حوارا أطرش، حوار مع أطرشان، لا يؤمنون بلغة الحوار، هم يستخدمون السلاح كلغتهم الوحيدة، ثقافتهم هي الموت واللعنات. كيف نريد منهم أن نرى منهم حياة أو أن نرى منهم مدنية بينما هم أتوا من كهوف مران يحملون فقط السلاح ولغة السلاح؟ رأيناهم السنة الماضية أو العام الماضي الذي الحوثي سيطر فيه على معظم الأراضي اليمنية، اتضح الوجه القبيح الذي كان يتستر به خلف كثير من المسميات والادعاءات. يعني كأنك تقول لا يجدي معهم نفعا أي شيء، ولا يوجد أي أمل، ولا يجدي معهم نفعا غير استخدام القوة. أبدا، الحوثيين ليس دائما ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة. نعم. بقرار مجلس الأمن 2216، نعم، هذا القرار كان هو الخيار الأخير والبوابة الأخيرة إذا ما تم تنفيذه لين يبقى الحوثي وحليفه صالح لهم تواجد على الخريطة السياسية. قرار 22-16 قرار واضح، يتم انسحاب من المدن، يتم تسليم السلاح، يتم أفك إطلاق الأسرى والمختطفين، يتم بسط نفوذ الدولة على مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية. إذا ما تم تطبيق هذا القرار فأهلا بهم كأي مكون من مكونات الشعب اليمني. هنا طبعا هنا للتوضيح، الترحيب فقط لمن لم تترضخ أيديهم بالدماء، أما من ترضخت أيديهم بالدماء فهنالك المجرمين هنالك بإذن الله محاكم سيحاكموا وسينالوا جزاءهم العادل
من خلال القضاء ومن خلال مؤسسات الدولة الرسمية والقضائية. نعم، هناك تم الكشف عن تجهيزات حوثية كبيرة لاجتياح الجنوب مجددا أو منطقة الضالع. هناك في معسكر في منطقة كونيا في مديرية الرضمة محافظة إب، وهذا المعسكر يتدرب فيه مئات المقاتلين من ميليشيات الحوثي، وهو بالقرب من مدينة الضالع. هل مثلا يفكر الحوثيين بالعودة لاجتياح الجنوب مرة أخرى؟ باعتقادي أنها محاولة بائسة، والهدف منها ليس اجتياح الجنوب، الهدف منها فقط محاولة فك الحصار المخنوق عليهم في الشمال أو في المحافظات الشمالية، ليس من أجل أن يخوضوا معركة أخرى في الجنوب، لأنهم يعلمون أنهم ليس مرحبهم لا في الجنوب ولا في الشمال، ولكن لتخفيف الضغط عليهم في مارب، وتخفيف الضغط عليهم في الضالع في البيضاء، وتخفيف الضغط عليهم في المحافظات المجاورة لصنعاء أو إقليم أزال، يحاولون يفتحوا أكثر من جبهة. ولكن باعتقادي ومن خلال قراءتي للأحداث القتالية على أرض الواقع، لن يستطيعوا أن يتقدموا باتجاه أي محافظة. فهم الآن يحاولوا أن يدافعوا، يحاولوا أن يناوروا. اليوم لديهم عمل دبلوماسي في دولة عمان، نعم، في العاصمة مسقط، محاولين أن يجدوا مخرج لهم يضمن سلامتهم ويضمن بقائهم ويخرجهم من هذا المزق الذي وضعوا أنفسهم ووضعوا الشعب اليمني فيه. حينما يقترب الخناق وحينما يقترب الحبل من الرقبة بالنسبة للحوثي والمخلوع، ستجدهم يتكلمون عن الحلول السياسية والحلول الدبلوماسية والمبادرات وغيرها وغيرها، لأنهم ومن خلفهم بعض الدول الإقليمية. الحوثي والمخلوع يجب أن ندرك جيدا لديهم دعم خارجي، لديهم قوة خارجية مستفيدة منها من أين مثلا؟ من إيران؟ نعم، لديهم من إيران، أيضا لديهم تماهي من بعض، أنا حتى أعتب كثيرا على الأمم المتحدة، هناك تماهي كثير مع الحوثيين منذ انطلاقهم من دماج وحتى تدليل تماهي وتدليل ومحاولة يعني تمييع القضية. الحوثي واضح، الحوثي جماعة إرهابية ملشاوية استخدمت السلاح ضد المدنيين، انقلبت على شرعية الدولة، احتلت مدن، احتلت مؤسسات دولة، استخدمت كل ما لديها من إمكانيات عنصرية عسكرية لتركيع الشعب اليمني. فهذه جماعة ليست الوجه الآخر للقاعدة، بينما القاعدة في بعض أعمالها لا تعمل كما يعمل الحوثي، وإن كانوا كلاهما يناقض الدولة المدنية التي نحن ننشدها وسنظل ندافع عنها. لذلك هذه المحاولات محاولات بائسة، كانت محاولة عسكرية لفتح جبهات أخرى أو محاولات دبلوماسية سياسية. نعم، يبدو أنه من دون أدنى شك التحالف العربي أحسن يعني بطريقة التعامل مع الحوثيين. ماذا لو أن التدخل العربي تأخر علينا؟ كيف من وجهة نظرك كانت ستكون النتائج الكارثية؟ لله حكمة. ونعم بالله، لله حكمة. المتأمل في ماذا كان سيحدث لو تأخرت عاصفة الحزم، كنا سندخل في حرب عالمية وليست فقط إقليمية وليست فقط كما نرى حاليا. الحوثي لم يتحرك باتجاه فقط احتلال أو السيطرة على اليمن فقط، الحوثي كان يسعى إلى ما بعد اليمن وبالذات السعودية والخليج. الحوثي يعمل مع ضمن مشروع فارسي إمبراطوري، ونحن نعلم أن إيران ذات إمبراطورية توسعية، نحن نعلم تخطيط إيران في العراق، نحن نعلم في سوريا، نحن نعلم في لبنان. لذلك كان لولا فضل الله عز وجل وقدرته أن انطلقت العاصفة في ذلك التاريخ، مع العلم أن كان لو تأخرت فقط شهر واحد لكانت النتائج عكسية تماما، لما رأينا هذا النصر وهذا التمكين. وزير الإعلام الأردني صالح الغلاب يقول لو تأخرت يوما واحدا لكانت النتائج كارثية. بالفعل. وأنت رئيس الملتقى اليمني للإعلام، ما هو الدور الذي تقومون فيه من خلال هذا الملتقى؟ الملتقى اليمني للإعلام، وكما صرحنا في أكثر من مقابلة، هو ملتقى يضم كل الإعلاميين اليمنيين المغتربين الذين هم في المهجر وفي الخارج. الهدف منه دعم القضايا الوطنية القومية التي نحن بصدد دعمها في هذه المرحلة، كما هو دعمنا في الشرعية. الملتقى اليمني إعلام كان في الصدارة، أوائل المدافعين عن الشرعية والثوابت الوطنية منذ انطلاق عاصفة ما قبل انطلاق عاصفة الحزم، منذ انقلاب على الشرعية.
المنطقة اليمنية أقام عدة أنشطة إعلامية لخدمة هذه القضية، قضية الوطن ودعم المقاومة والجيش الوطني، من خلال ندوات إعلامية، من خلال برامج وحملات توعوية، من خلال أيضا نشر ودعم ومساندة مختلف العمليات القتالية والعسكرية. نعم أستاذ أحمد، وصلنا نحن وإياك على نهاية هذا البرنامج، وبغي لك كلمة أخيرة إن حبيت توجهها إلى أي جهة أو إلى أي طرف. ليس لدي أكثر من أن أقول رسالة تطمين للشعب اليمني، تأكدوا أن الأيام القادمة ستكون أيام جميلة، وبإذن الله وبتوفيقه وبدعم رجال المقاومة والجيش الوطني مدعومين بقيادة التحالف، قريبا قريبا سنكون بإذن الله في صنعاء، ولا بد من صنعاء وإن طال السفر. أستاذ أحمد البحيح، مستشار محافظة الجوف، رئيس الملتقى اليمني للإعلام، شكرا لتلبيتك الدعوة للحضور معنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة من برنامج يوميات المقاومة، وإلى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى، في حلقة أخرى، نقول لكم إلى اللقاء ومساءكم مقاومة.